الكلمة جريمة، وانتقاد الفاسدين قد يودي بك إلى الموت في عراق ما بعد عام 2003. تعود ملاحقة الناشطين في عدة مجالات إلى الواجهة مجدداً من الميليشيات الطائفية بهدف إسكات أي صوت أو نشاط عبر الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي. ووصل الأمر بالميليشيات أن تلاحق حتى الناشطين في مجال البيئة، ففي الخامس من الشهر الجاري اختطف الناشط البيئي جاسم الأسدي في محافظة ذي قار، ثم أفرج عنه قبل أيام ليظهر في حالة صحية ونفسية سيئة للغاية تشير إلى تعرضه للتعذيب. حادثة ليست الأولى من نوعها، فقد سبقها الكثير من استهداف الناشطين، فمنهم من غيب تماما ولا يعرف مصيره، إضافة للمغيبين قبل ثورة تشرين. أما أولئك الذين حالفهم الحظ وأفرج عنهم فقد التزموا الصمت ويتجنبون العودة إلى نشاطهم لما تعرضوا له من تعذيب وتهديد بتصفيتهم مع عائلاتهم. في الجهة المقابلة تكتفي الحكومات المتعاقبة بفتح تحقيقات لا نتائج لها، بينما يؤكد ناشطون أن السلطات تخشى الاحتكاك بالجهات الخاطفة لأنها باتت أقوى من الدولة ومتغلغلة داخل السلطة المبنية على المحاصصة والمحسوبيات. نواب مستقلون في البرلمان حملوا حكومة السودان مسؤولية الاختطاف، مؤكدين أن الناشطين المستهدفين بالتغييب يحملون مشاريع وطنية، مشاريع يبدو أنها لا تروق لسلطة فاسدة وأحزاب وميليشيات تعلم جيداً أنها مرفوضة من معظم العراقيين وضعيفة كالزجاج الذي باتت الكلمة بمثابة حجر يهدد وجودها اللاشرعي. Hey,